اليوم كيف ما كتابعوا معنا هذه دورة تكوينية مجانية لفائدة سائقي سيارات الأجرة بصين فيها، عملية وطنية بمبادرة من مؤسسة إيديسكول المغرب، مركز إيديسكول المغرب اللي مختصة في تكوين السلامة الطرقية في تكوين في السياقة المهنية، وكذلك بمبادرة وبشراكة مع اتحاد الإفريقي لمنظمات النقل واللوجيستيك. هذه العملية هي مبادرة مواطنة، أولا كنهدفوا منها أننا نحسوا الحكومة اللي ستعين في القريب العاجل أنها تسرع بالتوقيع الاتفاقية ديال استفادة سائقي سيارات الأجرة بصين فيها من مجانية الحصول على البطاقة المهنية أو من مجانية المرور في دورة تكوينية للتكوين المستمر، علما أن هذه الوثيقة الدستورية هي اليوم داخل المملكة المغربية هي بمثابة المدخل الأساسي والرئيسي للاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية، وكذلك من انخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن الحماية الاجتماعية الشاملة، لا سيما أن عرفنا أن هذا مشروع وطني، مشروع دولة، وهذه الفئة ديال السائقين المهني هي كتنتظر وما زالت كتنتظر، وبغينا نسرعوا بهذه العملية. من جهة ديالنا حنا قمنا بهذه المبادرة كيفما سبق لي وأشرت يعني بشراكه مع مجموعه إيديسكول المغرب اللي غتبدا اليوم من مدينه الدار البيضاء، على اساس ان في نفس اليوم مدينه الرباط ومدينه مكناس طنجه مراكش بني ملال اكادير وكذلك اقاليم الجنوبيه، كيف ما قلت انها مبادره كتجي في هذا الاتجاه. هذا خويا بالنسبه لنا حنا الناس ديال التكوين اللي عندهم ان ديبلوم ديال 40 جور تيتعلق الامر اليوم بالنسبه للتكوين، جينا على اساس باش نديرو دوره تكوينيه مده 2 جوغ، حيت كاين الفرق ما بين الناس اللي عندهم ان ديبلوم والناس اللي ديجا ما عندهمش لو ديبلوم، عندهم بيرمي دو كونفيونس، رخصه السياقه سياره الاجره. بالنسبه للتكوين كان يعني اليوم الاول فيه طرقنا بزاف المواضيع، من بينها يعني المسؤوليه المنوطه بالنسبه للسائق المهني في الطريق، وبعد النقط الاساسيه يعني الانسان بالنسبه لنا حنا كصنف ثاني تنخدموا في مناطق معينه، يعني تيقل هذاك لو ريسك بالنسبه للمناطق المعينه، يعني مثلا كنتي تخدم مثلا في عين دياب في بورغون تتولف تخدم في واحد المنطقه معينه، دونك حسب الدراسه اللي دارت اليوم هذاك لو ريسك ديال انك دير واحد حادثه سير ولا هذا تيقل في واحد المنطقه اللي انت ديجا تخدم فيها بارابور واحد تيخدم في منطقه جديده عليه، يعني ديما حاضي مراسه، وهذا هو الخطا الكبير اللي تيطيحوا فيه السائق المهنيين. وبحكم يعني هذا لو برومي جور استفدنا من واحد الاخ تيدير لنا فورماسيون، يعني المهم تنشكروه من هذا المنبر هذا